الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة عذاب أليم. هل أدلكم على تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله يا تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم قال الحواريون نحن أنصار الله وكفر الطائفة
الصمت أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سبح اسم ربك الأعلى أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى والكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلي توثرون الحياة الدنيا بل يوثرون الحياة الدنيا بل توثرون الحياة الدنيا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
أسرى إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إنسان لا يطغي أرئه استغنى إن إلى ربك رجع إن إلى ربك رجعي صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق ما تليت عليك من آياتك وكتابك العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وأحزاننا يا رب العالمين أيها السادة كنا نسمع القرآن الكريم
مع قارئ الاذاعه والتلفزيون بجمهوريه مصر العربيه، وقارئ العالم العربي والاسلامي، وقارئ الصوره والعالم الاسلامي، الا وهو فضيله الشيخ محمد سالم عامر، قارئ بجامع الازهر الشريف بمدينه القاهره، والمقيم بمنشيه ابو الشباب التابعه لبندر ومدينه ابو جهيز العامره. اذيعت لكم على اكبر مكبرات الصوت العالميه والمحليه والمعرض الفن الحديث وقصر الضيافة المتنقل لصاحبها المتوكل على الله المعلم ابراهيم محمد خشب، المقيمين بصلاح ابو حداد. اتصالا تليفونيا على محلاتنا والمخزن تحت رقم تليفون 010-17-33-14-99 بالمنزل. كما نسأل الله عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.